فاره فيرو 27. تخيلوا في حبايه صغيره سهله البلع، سهله الهضم، سهله الامتصاص، تديني كميات المناسبه جدا. اذا انا عندي نقص شديد ممكن حبايه الصبح حبايه بالليل، لو ما عنديش يبقى حبايه يوميا، ممكن اخده وقايه ما فيش منه اي مشكله، خاصه لو انا ما عنديش مشكله في الجهاز الهضمي. في ناس بيقولوا زياده الحديد في مشكله، ابدا، الجسم بيمتص احتياجه وبينزل الباقي اذا انا مش محتاجه. فبنصح كل واحد دلوقتي عايز وقايه من الكورونا ياخد مركب يبقى فيه حديد وفيه زنك، ويستمر عليه الفتره اللي فيها قلق دي من 4 لـ 8 اسابيع، وبعد كده نبقى نحلل ونشوف احنا قصتنا ايه ومحتاجين ايه. فبنصح كل واحد بيسمعنا دلوقتي ان هو ياخد حبايه فرافيرو، حبايه صغيره سهله البلع ما فيش مشاكل فيها ان شاء الله. زي مثلا حبايه الفرافيرو اللي بناخدها عامه مع الحمل كل يوم، مع الحمل بعد الغداء، طبيعيه بتعالج الانيميا وهتزود المناعه بتاعي برغم عصفور البحر. لو عايزني ارشح لك حاجات انا عن نفسي كنت بكتبها وبكتبها حاليا، والحاجات دي موجوده في السوق. حاجات الحديد موجوده في السوق كتير برضه، منها حاجات زي طبعا زي الفرافيرو وغيره وغيره وغيره، بس هو منتج طبعا محترم واقل تاثير على المعده، وبيحافظ على مستوى الحديد في ليفل كويس، بيحافظ على صحتك. ومن المنتجات القويه جدا اللي بتاثر على نسبه الهيموجلوبين ومجربينها بقالنا فتره طويله واثقين فيها جدا، منتج الفرافيرو. منتج طعمه كويس جدا، الناس كلها بتشكر في طعمه، نتائجه جميله جدا وبتحسن الانيميا. هتكلم عن بعض الادويه الموجوده واشهرها الموجوده في السوق المصري، وهو دواء قديم غني بالحديد والزنك وفيتامين سي. هو منتج موجود من فتره كبيره في الصيدليات واثبت فعاليته، لانه بصراحه بالتحاليل وبمتابعه المرضى الذين استمروا عليه فتره رفع معانا نسبه الهيموجلوبين كويس جدا، واثر بشكل فعلي في المناعه. هو منتج الفرافيرو 27. فاحنا علشان كده انا تملي من الفيتامينات اللي بحب اكتبها اللي هو فرافيرو بصراحه في كل العوامل اللي انا محتاجاها. المكملات الغذائية اللي هي زي ايه؟ زي الحديد اللي هو فرافيرو 27، ده متواجد فيه الحديد، متواجد فيه الزنك، متواجد فيه فيتامين سي. كل الناس ممكن تاخده، مش الحامل او المرضى بس، كبار السن اللي عايزين يزودوا مناعتهم، الشباب، حتى الشباب اللي عايزين يزودوا مناعتهم. مركب الفرافيرو 27 ده من المركبات الممتازة اللي فيها حديد وفيها زنك وفيها فيتامين سي، وطبعا فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد، ودي حاجه مهمه جدا. يعني احنا حتى بننصح الست الحامل لما بتاخد قرص حديد او بتاكل اكل فيه حديد انها تاخد فيتامين سي او تشرب عصير ليمون عشان تزود الامتصاص. فمركب الفرافيرو فيه فيتامين سي، وده اصلا بيساعد على امتصاص الحديد. احنا بننصح طبعا بالفرس بيسجلايسينات، لان بدي بجرعه بتنصح بها منظمه الصحه العالميه الى 27 ملي جرام بردي، وده بيتاخد عن طريق الفم وما بيعملش اي مشاكل مع الست. وفي عندنا مستحضرات كتيره موجود في مصر هنا، احنا ممكن ننصح بيه. في حاجه مستحضر قوي اسمه فرافيرو 27، ده عباره عن اقراص، ده بنديه مره واحده في اليوم من غير ما يعمل عندي اي مشاكل في الجهاز الهضمي، وبيتاخد وبيصلح عندي الانيميا. احنا دايما بنستخدم برضو سبلمنت ممتاز جدا، ده كل الناس تعرفه، يكاد يكون موجود في كل بيت. ده من الحاجات اللي ليها افضال علينا احنا كاطباء النساء. احنا بنبدا ده مع الحوامل في المتابعه، بفضل الله بنوصل لمرأة عند الولاده، ان الست اللي متابعه معايا مريضتي بنوصل انها ما عندهاش انيميا، ببقى داخل اولدها وانا مطمن ان مش هيحصل نزيف، مش هيحصل مشاكل بخصوص الانيميا. فاحنا برضو بننصح باستخدام هذا السبلمنت للوقايه من الانيميا، وبالتالي المريضه تقدر تقاوم الفيروس تماما. اسم مصلح الانيميا، وفي منتج طبعا ديفارت لاب محترمه، منتج قوي جدا اسمه فرافيرو، ده بيتاخد حبايه يوميا عشان ارفع الانيميا، فبالتالي
ارفع المناعه. لكن في انواع جديده، ودي بتبقى حديد محمل على احماض امينيه والقرص بتاعها صغير قوي، وبيبقى فيه معاه محتويات اخرى يخلي كل المشاكل دي مش موجوده، ما يبقاش فيه امساك، ما يبقاش تقيل على المعده، وهو فيه الكميه اللي تكفي احتياجاتها. هو حديد رقم 27، وده موجود زي ما قلنا في السوق. ده من الحاجات الكويسه جدا اللي انا بنصح ان المريضه تاخدها. الفرافيرو 27، الفرافيرو 27 الحقيقه من المنتجات الجميله جدا اللي فيه مالتي فيتامينز كتيره جدا، اهمهم الحديد، فيتامين بي كومبلكس، فيتامين سي، الزنك. فيتامين سي كان مشروع، يعني اي حد عارف ان فيتامين سي مهم جدا لادوار البرد، انما زياده موضوع الزنك. موضوع الزنك، الزنك بيعمل حاجه جميله جدا بانه بيساعد جهاز المناعه بتاع الجسم انه يطلع التي هيلبر سيلز. التي هيلبر سيلز اللي هم جنود المشاه بتاع جهاز المناعه، فبالتالي فهم من العناصر المهمه جدا جدا وموجود في الفرافيرو بنسبه كويسه. السوق المصري فيه منتجات حديد كتيره جدا وكويسه جدا، لكن احنا النهارده لما بنتكلم على منتج فرافيرو 27، ده من المنتجات الكويسه اللي بتتميز بوجود حديد سريع الامتصاص اللي هو الايرون الكليتد، وامتصاصه سريع جدا هيصلح لنا الانيميا وهيوصلنا لنسبه الهيموجلوبين المطلوبه، وفي نفس الوقت بيكون في الزنك ب 11 مللي جرام، وهي ده اللي الست محتاجاه يوميا على حسب الريكومنديشن، وفي فيتامين سي بنسبه حوالي 85 مللي جرام، ودي يمكن كمان اعلى من النسبه اللي الست محتاجاها في الوقت الحالي.